التاسع بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050 جاء ذلك خلال مؤتمر حضره عدد من الوزراء والمسؤولين فضلا عن عدد من مسؤولي الامم المتحدة والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدوليه، وخلال كلمته أكد مدبولي أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر، كما أضاف مدبولي أن تغير المناخ يعد واحدًا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدى مصر وعلى مستوى العالم. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية دمرت بالكامل منطقة دونباس شرق البلاد وخلال خطاب عبر الفيديو اتهم زيلينسكي موسكو بشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة وأضاف الرئيس الأوكراني أن الروس يحاولون زيادة الضغط واصفا الوضع في المنطقة بالجحيم أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار دولار، وجاء تصويت المجلس بتأييد 86 صوتاً مقابل اعتراض 11، وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة أمريكية لأوكرانيا حتى الآن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جران هولم إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وأضافت جران هولم أن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على موسكو سحبت نحو مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا من الأسواق العالمية وأن خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل مليون وخمسمائة ألف برميل أخرى يوميا بحلول نهاية العام ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان في إبريل فوق هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2% مسجلا أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وتسببت الزيادة في تكاليف الطاقة والسلع الأولية في ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.1 في إبريل مقارنة معه قبل عام، ويمثل ذلك أسرع ارتفاع في شهر واحد منذ مارس أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن رصد 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 193 حالة ظهرت عليها أعراض وبذلك ارتفع إجمالي, إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 222,775 حالة مؤكدة هذا ولم تسجل الصين أي وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 5100 218 حالة أما رياضيا فتعادل تشيلسي مع ضيفي لاستر سيتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانفورد بريدج في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة في المركز الثالث بينما أصبح رصيد لاستر سيتي عند 49 نقطة في المركز التاسع نهاية المنجز التاسع نقول لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل